مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في قضية الثقافة اليوم لهذا المساء، حيث نستعرض الصالونات الأدبية والمنتديات الفكرية والأندية الأدبية ودورها في المجتمع. دعونا نرحب معا بسعادة الدكتور الشاعر عبد الولي الشميري، صاحب منتدى المثقف العربي. حياك الله معنا عبر القناة الثقافية دكتور. سعيد جدا أن ألتقي بكم اليوم عبر القناة الثقافية السعودية، وأن يلتقي معكم أيضا منتدى المثقف العربي من خلالي. أهلا وسهلا بك. يعني نحن اليوم نستعرض دور هذه المنتديات الفكرية والثقافية، الصوالين الأدبية دكتور، وأيضا الأندية الأدبية. مشاهدينا الكرام، لعله من الظواهر الطبيعية الإيجابية في مجتمعاتنا العربية هي الصالونات والمنتديات الفكرية التي انتشرت كثيرا حاملة اسم صاحبها أو أيام الأسبوع. هي منتديات تقليدية ربما غير رسمية، الصالونات الأدبية والمنتديات الثقافية، وهي تقليد عربي قديم رغم بعض الآراء التي تقول بأنها تقليد غربي بدأ منذ عهد لويس 14. اليوم سنطرح الكثير حقيقة من الأسئلة على ضيفنا الدكتور عبد الولي الشميري. حقيقة دكتور عبد الولي، لعل سؤالي الأول لك، بما أن هذه الملتقيات يتم فيها اجتماع عدد من المثقفين والمفكرين والمؤثرين في يعني المجتمع، هل فعلا استطاعت هذه الصالونات الأدبية والملتقيات أن تؤسس لحوار فكري جاد برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منتدى المثقف العربي عندما أنشأته وأعلنت عنه في القاهرة في سنة 2000 ميلادية، كانت الساحة تفتقر إلى وجود تجمع ثقافي فاعل بحجم لائق، لأن القاهرة المعروفة بالحراك الثقافي كانت مختصرة صالونات فقط، والصالونات منزلية ويحضرها 10 و15 شخص، وكانت هنا وهناك وغير منتظمة. فوجدت نفسي أنني في حاجة إلى مرتع خصب مع الثقافة العربية، وناديت بمنتدى المثقف العربي، ولبى المثقفون المصريون والعرب المقيمون في القاهرة هذه الندوة، وبدأنا ندوات منتدى المثقف العربي في الأحد الأول من كل شهر. قصة الأحد، اختيارنا اليوم الأحد ليس إلا لأن القاهرة في يوم الأحد يكون الناس معظمهم في إجازة، خاصة الحرف المهنية والتجارية، فحركة المرور تكون ميسرة، لذلك اخترنا أن يكون المنتدى يوم الأحد. نعم. لحركة السير، وليس كما قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، هو كان طبعا شيخ الإسلام. نعم. والمحدث الكبير، كان يسكن في صنعاء في منطقة اسمها القاع، قاع اليهود. نعم. كان جيرانه من حوله يهودا. نعم. فكانوا طول الأسبوع يعملون في الحرف المهنية والشواكيش والصفيح والحديد، فلا يستطيع أن ينام، فكان في يوم السبت ينام كثيرا لأنهم مسبتين. نعم. لأنهم جميعا في إجازة. فقال: ومن عجب الأشياء أني مسلم حنيف، ولكن خير أيامي السبت. نعم. لأنه كان يوم هدوء وراحة واستجمام، لأن نعم. جيرانه نائمين. نعم. فنحن اخترنا يوم الأحد، واخترنا مكانا جميلا على النيل، مكان شاعري، وتقاطر إلى هذا المنتدى. كنت أتوقع أنه سيبدأ متدرج بشكل بسيط. أول منتدى عقدناه لا يزيد عدد الحاضرين عن 20 شخصا، لكن من أسبوع إلى أسبوع ومن شهر إلى شهر، ما انتهت السنة الأولى إلا وأعضاء المنتدى من أنحاء الوطن العربي يزيد عددهم عن 12,000 عضو، والذين يحضرون قاعته في كل شهر ما بين 800 إلى 1,000 شخص في كل شهر. إذن هذا عدد كبير. ماذا عن العناوين التي طرحها هذا المنتدى؟ جميل. حاولنا أننا نطرق في العناوين
القضايا الملتصقة بحياة الناس. فأثرنا أولا أثر الصالونات الأدبية، ودعونا أصحاب الصالونات الأدبية في القاهرة إلى الحضور معنا في هذا المنتدى بل في كل المنتديات، وفي نفس الوقت دعوناهم للمشاركة وشاركوا معنا. ثانيا ناقشنا موضوع الطفل العربي وحقوق الطفل وواقع الطفل وعمالة الطفل. إذن تريد أن تقول بأن المواضيع يعني اجتماعية ثقافية متنوعة. ثقافية اجتماعية متنوعة، وحينا كنا نأخذ سياسية على الخفيف. وهناك أيضا عملية ناقشنا قضية المرأة العربية، كينونتها، واجباتها، إمكانياتها، ما هو متاح لها، ما هو محظور عليها. ناقشنا عملية الاقتصاد العربي، ناقشنا السوق العربية المشتركة مع رجال الاقتصاد. ناقشنا قضية الأصالة والحداثة في الأدب العربي. ناقشنا محاور عديدة في اللغة العربية واغترابها داخل وطنها، والغزو من اللغات الأخرى ومحاولة يعني توطينها خارج وطنها. تحدثنا في محاور حول قضية التكامل الاقتصادي العربي، التكامل الثقافي العربي. إذن هي حقيقة مواضيع متنوعة تطرقتم لها، وسوف نتطرق أيضا لبعض المحاور الأخرى. دكتور اسمحي لي أقول لك أن كل محور من هذه المحاور نصدر به أولا نغطيه عبر أكثر من 4-5 قنوات فضائية كانت تشاركنا البث، وتوثقوها في كتاب كما ونوثقها في كتاب إثر المنتدى، ويتم إصداره بشكل واسع، ويصدر في بداية كل شهر عدد من مجلة المثقف العربي التي هي تحمل الهدف المنتدى وتنقل فعالياته والتواصل مع أعضائه وأفكار المثقفين العرب. وقد صدرت مجلة المثقف العربي بانتظام على مدى 6 سنوات متتاليات. وفي نفس الوقت كنا نصدر أيضا مجلة فصلية اسمها تواصل، وهي ثرية بالأبحاث والفكر من رواد المنتدى. سوف أعود إلى هذه المجلة ودور المجلات العربية.